هيقول لكم بعض من الشعر ان شاء الله. طيب علي، يعني تحب تسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ هو شعر في حب مصر للشاعر هشام الجخ. اتفضل. ولا كنا نعرف الف ولا كنا نعرف به، لا كنا نعرف الف ولا كنا نعرف به، ولا شفنا عمرنا نور غير لما قمرك جه، وفضلت رمز الامان والناس ملقياش وطن، وزرعت قمح وغطان وغلبت كل المحن، اوقف انتباه يا زمان مصر الأبية اهي، لكنا نعرف ألف ولا كنا نعرف به، الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا، اسمك في حناجرنا وأغانينا وهتافنا، مصر اللي نقشت حجر وعلمتنا العد، مصر اللي جيشها عبر، مصر اللي بنت السد، لا تعبنا يوم من السفر ولا كلم جدافنا، الدفة لو مالت نعدلها بكتافنا. هل يعني ما شاء الله زي ما حضرتك قلت طبعا سيادة المحافظ ما شاء الله إلقاء وسلاسة وده وعي، موهبة فريدة الحقيقة في إلقاء الشعر. طب بتحب مين تانية يعني غير هشام الجخ؟ هو بحب برضو في شاعر، هو ايه مش هو ملازم في الجيش، قال شعر بابا برضو قصيدة برضو في حب مصر حافظ. عايز تحب تقولها؟ اتفضل. هو للشاعر محمد خليل. اتفضل. هو ملازم في الجيش. يا مصر انا قلبي عليك، ما اقدرش انكر اني بحب كل شيء فيكي، ده لو كان ماليش خاطر عنديكي يبقى انا مستغني عن كل شيء ليا فيكي، بناديك يا مصر انا جنودك، انا امنك، انا جيوشك، وانا الساقل لاجل عيونك، وانا الساقل لاجل عيونك، كتير لفت ولا عمرها في يوم جفت، وانا القطر اللي عدى ولا وقف ولا هدى، انا اللي رفعت بيدي دول رايتك، انا عزمك، انا ارادتك، وانا الدمعه اللي دفيانه بين جفوني حيرانه، قوليلي بس يمانة بأنهي عين شايفانة، بعين الأم يمانة ولا أنت منا زعلانة، لا يا أمي لا يا أمي ما تزعليش، ده أنا برضو بسمة أمل، أنا اجتهاد أنا عمل، ما أنا خلاص شبابي اكتمل، أنا شعلة عزم وإرادة وأمل، يا ناس يا ناس دي أمي، يا ناس دي وطني، يا ناس دي بلدي، يا ناس دي أمي دي وطني دي بلدي، بلدي اللي رسمتها بيدي دي بقلمين، وحبها اللي معشش في قلبي ما بين أذين وبطين، ونجمها العالي في الأفقين، ونيلها اللي بيجري في دمي من المخ للرجلين، ما هنا ومصر ما بينا حب العاشقين، أنا وهي قدر واحد ومش قدرين، ده طول ما في العباد حد ملوش قلبين، فأنا وانت يا مصر قلب وانقسم نصين، قلب وانقسم نصين، قلب وانقسم نصين. نموذج لازم يطلع ولازم يتعرف طبعاً. ولازم يوصل. السنه اللي فاتت اخذوا الدكتور خالد العناني وعمل له جوله في الاقصر، وخدوا هم حضروا السنه اللي فاتت، السنه دي يمكن عشان موضوع بقى التحالف الوطني، وكان امبارح في احتفاليه رائعه في مصر كلها كتف في كتف، واحنا اخذنا من هذه الاحتفاليه وبعتنا شبابنا حضروا امبارح. دي نماذج هذا طبعاً. هذا الولد يعني 13 سنه طبعا يعني موهبه تستحق الاحترام سنين. مش هو لوحده، ده نموذج، انا بعرض نموذج النهارده صحيح، وانت شفتي كذا نموذج امبارح صحيح. انا برعاهم، ما بروح مدينه بشوف الانشطه بخليهم يتكلموا قدام المحافظ، المحافظ بيسمعهم، ببني الشخصيه صحيح، انا ببني شخصيه الولد والولاد بتوعنا هنا في المحافظه، التوعيه ووعيهم، عملت لهم المسابقه عشان يعرفوا ايه اللي تم، محدش ياخدهم شمال وحد يقول لهم انتوا تعمل لكم ايه ولا انتوا لا صحيح. الكلام ده انا يعني متصدي لي تماما صحيح، والحمد يعني لله زي ما كنت بتكلم مع ساده المشاهدين وبحكي لهم الموقف اللي شفته امبارح، يعني ده موقف واحد زي ما حضرتك قلت، ده نموذج. علي نورتنا الحقيقه في صباح الخير علي حسن، موهبتك فريده في القاء الشعر، وانا اتنبا لك ان شاء الله بمستقبل كبير، وان شاء الله هنقابلك تاني في صباح الخير يا مصر، بس هتكون بقى يعني نجم كبير جدا ان شاء الله. ان شاء الله بنشكرك يا علي. انا ليا تملي كلمه بقولها، مصر ولاده. طبعا طبعا مصر ولاده، هذا متوقع يبقى الابنودي الصغير
ان شاء الله يبقى يعني ينول لما يكبر بقى يبقى حاجه كبيره، هيكتب هو تاريخه اعتقد. انا اتنبأ لك بدايه يعني.